بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. انا اسمي حسام موافي، استاذ في القصر العيني طب حالات حركه. هو اللقاء مش هياخد 7-8 دقائق، هقول لكم خليها بقى مره ثانيه يعني. فهي كل الحكايه 5-6-7 دقائق. اللي ما يقولش بعديهم سبحان الله يبقى جاحد. اللي يقول سبحان الله، كان قبل ثورة 25 يناير كان آخر معرض كتاب عملت له زيارة، فلقيت كتاب 1000 صفحة، خلي بالكم الأرقام، 1000 صفحة مكتوب عليه ووتر، الماء، كتاب طبي. وبعدين مسكته كده، 1000 صفحة يكتب إيه في المية يعني؟ ده يعني المية كلها عندنا في كتاب أمراض بطنة 30-40 صفحة. لقيت الكتاب ب$500، فقعدت متردد اشتري الكتاب ولا خسرت ال$500، والاخر غلبتني الشهوة العلمية اشتريته. قعدت 3 شهور اقراه، خلي بالكم الارقام، قعدت 3 شهور اقراه. الكتاب بيتكلم على ايه؟ دلوقتي انا بشرب كوباية شاي حطيت فيها 3 قوالب سكر، جه واحد بيغلس عليا راح حاطط لي مية على الشاي، جيت ادوقه مش عاجبني. ليه؟ قال لك ما فيش السكر. طب هل انا شلت السكر من الشاي؟ ما حصلش، انا زودت الميه فالسكر باظ. الظاهره اللي كلكم عارفينها، ظاهره التخفيف، انا خففت الشاي بميه فباظ. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، الا تعلموا ان الميه تموت؟ اللي حصل في الشاي يحصل في جسمك. شربت كوباية مية دخلت على الدم هتخفف كل حاجة. أنا عندي صوديوم في الدم خف، رحت في داهية، بوتاسيوم، جلوكوز، كالسيوم، كل ده هيخف بكوباية مية. الكتاب بيتكلم على إيه؟ على 16 طريقة إن الجسم لا يحتفظ بالماء. المخ، فالقلب، فالكبد، فالكلى، 4 أعضاء في الجسم، والله أعلم بعد شوية هيطلع فيه إيه تاني. 4 أعضاء مسؤولين، الكوبايه اللي شربتها لازم تنزلها، يا عرق يا بول يا في النفس بخار ميه، انما ما لا يحتفظ الجسم بالماء. والدليل اللي عنده هبوط في القلب، رجليه مورمه قد كده، خد الميه وما عرفش يخرجها. اللي عنده تليف كبد، عنده استسقاء، خد ميه وما عرفش يخرجها. اللي عنده فشل كلوي مورم، بنشيل منه الميه بمكنه، ما عرفش يخرجها. وبرضه جزء في المخ مسؤول على ان الميه تخرج. خلصت الكتاب في 3 شهور. انا ما بخلص كتاب بسجد لله شكر اني فهمته، فسجدت لله شكر ولقيت المغرب بيدن، نزلت اصلي المغرب في المسجد، اقسم بالله العظيم لقيت الراجل الامام اللي بيأمنا قال الكتاب كله في 4 كلمات، الكتاب كله، وانزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. 1000 صفحة اللي الراجل بيتكلم عليها الخواجة في 4 كلمات في القرآن. فآمنت بالله إن القرآن ده صعب جدا، وسألت نفسي سؤال، ليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقى الرسول ما كانش يعرف تفسير القرآن؟ طب ما ادهولناش ليه؟ ما كتبش القرآن وتفسيره ليه؟ لهذا السبب، لو كان فسر القرآن أيامي بهذه الطريقة اللي فسرها ما كانش حد فهم. القرآن ده أعجوبة ليوم الدين، هنفضل كل واحد يفسر فيه. ونزل بالعربي ليه؟ لو قلت تشير بالإنجليزي كرسي لها معنى تاني؟ لا ملهاش. إنما كلمة قلب في العربي لها 50 معنى، وماء في العربي لها 50 معنى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا إيه؟ لعلهم يعقلون، يعقلوا الكلام ده، لان هيتغير بمرور الزمن. عاجز عن الشكر، وان شاء الله نلتقي تاني باذن الله. عشان بس الناس عايزه تروح. عايزين حاجه تانية؟ سبحان الله. برضو كنت في مؤتمر في المانيا، اقسم بالله العظيم هذا حصل. انا في مؤتمر في المانيا في بلد اسمها دوزلدورف. المؤتمر انا رايحه على حسابي، لكن شدني جدا عنوان المؤتمر. عنوانه كان الكلام ده من 10 سنين، عنوانه ايه؟
سيركيديان ريزم اوف ديزيز، يعني توقيت المرض، يعني غيبوبه السكر بتيجي الساعه كام، ونزيف المخ بيجي الساعه كام، واحتباس البول بيجي الساعه كام. تخيلوا ان كل مرض له وقت. فروحت حضرت طبعا القاع اللي كانت تهمني القلب شغلتي، فلقيت الراجل بيقول الماني ملوش علاقه بديننا خالص، ما اعرفش هو مسيحي ام ملوش دين الله يعلم. بيقول ان عملوا احصائيات طلع ان ازمه القلبيه شريان قلب قفل، والازمه المخيه السكته الدماغيه شريان مخ قفل بتحصل 8 الصبح. تحبوا تعرفوا التفسير؟ تفسير فعلا سبحان الله. انت لما بتنام بالليل الدوره الدمويه بتبقى بطيئه، فلو بقت بطيئه ومشت في نفس الشرايين الدم هيتجلط، دم ماشي ببطء في شرايين هي، فسبحان الله ربنا بيطلع ماده يخلي الشريان يضيق يوم الضغط يفضل ثابت. انت متخيل خرطوم جنينه وانت زنقته تقوم الضغط بتاع الميه هو، انما لو سبته واسع والميه قلت مش هتنزل الميه او مش هتمشي، فلو كان دم يتجلط. فربنا سبحانه وتعالى جعل ميكانيزم في الجسم طريقه تخلي الشرايين تقفل طول ما بتنام. على 8 الصبح بتبقى قفلت خالص، تيجي جلطه القلب او جلطه المخ. الالماني الذي لا علاقه له بديننا، الما عدا اللي يقوم وينام يبوظ الميكانيزم ده، ف 8 الصبح ما يجروش حاجه. قلت سبحان الله، الصلاه خير من النوم. ربنا ما بيعذبناش، ربنا بينقذك، ربنا بينقذك بانك تقوم وتنام. اما بيجي لي والله ما يجي لي مسيحي في عياده في عيادتي وانا حاسس انه هيجي له مصيبه، اقول له بص بقى الساعه 4 4 ونص كده قوم لف في البيت واشرب ميه ونام تاني عشان ما تحصلكش مصيبه. اه والله بقول له كده، ما هقول له صلي هيضربني. انا قلت له صلي هيضربني. فتخيلوا البحث اثبت ان اللي يقوم وينام تاني محمي. ليه؟ المادة اللي بتطلع ساعة الفجر بتنكسر تصل إلى الصفر، تنام تاني 8 الصبح ما تلحقش تعمل حاجة. إنما لو خدت من بالليل للصبح المادة دي بتفضل تعلى 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 الساعة 8 تقفل. وفعلا لو فيكم مريض ضغط ما يقس ضغطه الساعة 8 الصبح، ما يقسوش، لأنه أسوأ ضغط هو 8 الصبح. للي نام هتلاقيه عالي، أنا ضغطي عالي لا قيس الساعة 3 4 الساعة 2 الظهر، ما تقيس الصبح. الصبح ضغط سيء عاجز.